السماء تمطر نيزكا، ولأجله شد هؤلاء الرحال صوب الراشدية بحثا عن شظايا تهاوت من السماء في منطقة خلاء بين قلميمة والراشدية. يتهافت البعض عله يظفر ولو بقطعة صغيرة من النيزك المتهاوي. ما جاب الله ولا بعدا مازال، واني شي وحدين بعدا لقاهم شي حاجة، ولاني غير شي صغيرات وصافي. جينا كنقلبوا كما بحالنا بحال الناس كاملين، راه كما كتشوف راه شحال من واحد قال لنا راه لقاو، وصحاب المنطقه راه قال لنا راه لقاو، وحنا راه يلاه جينا البارح حتى حنايا، فكنا كنقلبوا حتى حنايا، راه باقي ما صنا حتى حاجه حنايا، وكنتمنى ان شاء الله تحنا نصيبوا حتى حنا شي حاجه. كل العيون شاخصة للأرض بحثا عن النيزك، هذه الصخور الفضائية التي تتحول إلى جزيئات على الأرض. ملي تيكون نيزك تيدخل في الغلاف الجوي ديال الأرض، هاد الاحتكاك تيكون واحد السرعة كبيرة، تتعطي واحد الاحتكاك اللي كيجعل أنه الحجر تيتفكك في الغلاف الجوي، وملي كيتفكك بمجرد أنه كيتفكك هو تيطيح، طرف ديالو تيطيحو. ولهذا ملي كيكون نيزك يلاه طاح، تيكون عنده واحد المكان اللي كنسميوه بالفرنسية ليليبس دو شوت، اللي على حسب الكبر ديال هاد النيزك تتلقى. البعض قادم متأبطا كيسه على الغنيمة تكون ثقيلة، لكن يبدو أن القطع التي التقطت بالكاد تسع كف اليد. وجينا مع الصباح نقلب، المهم شي لقى شي حاجة، شي ما لقى والو، المهم داكشي على بين على زهرك وصافي. كل الوسائل تفي بالغرض والاعتبار بالنتائج، كحال هذا الرجل الذي قضى سحابة يومه في البحث والتقصي. دابا كنقلبوا بالمغناطيس حتى تيشدها المغناطيس. جينا حتى حنا بحال مالين المنطقه، جينا حتى حنا تنقلبوا، كاين اللي لقى كاين اللي لقى شي حاجه كثيره، كاينه شويه، المهم كاين شي حاجه. يسعى فريق البحث لتحديد مكان سقوط النيزك. في المغرب عندنا 20 ديال النيزك اللي معروفين بالسقوط ديالهم. في هاد ال 20 ديال النيزك كاين 14 اللي هما قام المختبر ديالنا بتصنيف ديالهم والإعطاء ديال الاسم مغربي لهذا النيزك. قد يعثر البعض على ضالتهم كما قد يولون الأدبار خائبين، لكن الأكيد أن نيزك الراشدية سيثير نهم الباحثين في مجال المجرات والكواكب والأجرام.